بسم الله الرحمن الرحيم. الدعاء المرئي دي، الدعاء المرئي احنا بنحط اتنين من دي اسطوانه، بنحط اتنين منها جوه القضيب. القضيب يعني بيبقى فيه زي خرطومين كده مثلا من هنا بشكل مبسط، بندخل واحده جوه الخرطوم ده وواحده جوه الخرطوم ده، يعني انا بشرح بشكل مبسط. يعني الدعاء طبعا دي ببساطه عباره عن يعني مكونه من الجزء الداخلي انبوبه زي الانبوبه اللي جوه القلم الجاف كده، بس هي بتبقى من الصلب او من الفضه او من التيتانيوم او النيتينول او يعني مواد معدنيه يعني، ومغلفه بحاجه ما بتتفاعلش مع الجسم، سيليكون، بوليوريسين، اي يعني حاجات ما يعني مش هتفرق معانا دي قوي. وظيفتها ببساطه انها بتتفرد وتتني حسب الطلب. يعني ايه؟ في الوضع العادي الرجل بنبقى تانيين الدعامه كده، يعني هو تاني العضو الذكري، دي جوه العضو الذكري، بيتني العضو الذكري بتبقى اتنين كده، يبقى ماشي بقى بنطلون عادي خالص والبدله، ما في اي لبس لابسه، ما فيش حاجه بقى. ساعة ما يبقى عايز يمارس العلاقة الزوجية أو يعمل حمام يروح فرد العضو، يخلص يروح تاني. بس دي قالت عملها ببساطة. طبعا نلاحظ من ده، أولا هي حاجة بسيطة جدا ما فيهاش أعطال، لأن ما فيهاش حاجة ميكانيكية ولا دروس ولا مضخات، تركيبها سهل، سعرها يعتبر قليل نسبيا بالمقارنة طبعا بالنوع التاني اللي هو الهيدروليك، يعني الهيدروليك بأضعاف تمن دي. طبعا ايه بقى العيب اللي الاطباء بيقولوا عليه؟ هما بيقولوا طبعا ان العيب، ان العيب اللي فيها او يعني اللي يخلي ما حدش يقبل عليها قوي، انها بتخلي ان طول العضو اثناء الارتخاء هو طول اثناء الانتصاب. يعني هو دلوقتي عندنا ده مثلا حاله انتصاب، هنعمله في حاله ارتخاء كده، طول نفسه واحد. انا كطبيب وكرجل واقعي مش شايف ان ده عيب اصلا. ولكن العيب مش ده. العيب بقى من خلال خبرتنا الطويله هو لما يكون طول العضو الذكري للرجل اكبر من المتوسط، يعني العضو الذكري الطويل ما ينفعش اركب له الدعامه دي. ليه؟ نوريها بشكل عملي. انا عندي مثلا 75% من الرجال عالم اقل من 12 سم. فلما بنيجي نعمل وضع كده اثناء الارتخاء الدنيا يعني حاجه بسيطه. لما يكون الرجل بقى العضو الطويل ده هيبقى الوضع اثناء الارتخاء. طبعا ده مش هيلبس جينز رقم واحد. رقم اثنين حتى لو لابس بنطلون او لابس اي حاجه ده الطول ده هيعمل مشكله وهيبان. طبعا ده في المجتمعات الغربيه حاجه ممتازه جدا، ولكن في المجتمعات الشرقيه لا، محدش بيقبله. هيجي راجل يقول لك انا مش عارف اعيش. وطبعا الرجل اللي لقى عنده طول العضو الذكري اكبر من المتوسط يبقى اوتوماتيك نعرف ان احنا ما نركبلوش دعم مرئي. وده العيب الوحيد فيها من وجهه نظري انا الشخصيه. لكن لا تيجي بعيوب اخرى.